اليوم باش نحكيو على نيو ميتال. نيو ميتال هو سو جونغ من الميتال طلع في اوائل التسعينات. نيو ميتال is the subgenre اللي يجمع الهيفي ميتال والهيب هوب والاندستريال والفانك والجرانج. البانز في العادة ما يلعبوش فيه سولوات، والفوكلز ارجح ما بين سينجينج رابينج سكريمينج اند جرولينج. نلقاو في البانز اللي تلعب نيو ميتال عادة دي جي فور ذا سامبلينج اور ذا تيرن تيبل سكراتشينج، وساعات نلقاهم الزوز كيما في سليب نوت. لا علينا، هذاك كان تقديم خفيف للنيو ميتال، وتوا خلي نعملوا طلع وين كنا وكيفاش وصلنا للجونغ هذا. قلنا اللي نيو ميتال يميكس الميتال والهيب هوب. كي نرجعوا لتالي، اول ظهور للميلانج هذا قاوا في عام 75 على يد ران دي ام سي. بعد 11 سنة ران دي ام سي يفايتوا مع ايروسميث اللي كانت روك باند مكسر الدنيا في الوقت ذاك، ويعملوا غناية Walk This Way. كانت الغناية اللي بدلت نظرة التلافز للراب، خاطر في الوقت ذاك الراب ما كانوش يعديوه برشا لأسباب عنصرية بحتة. العبد اللي كان ورا الميكس هذايا كان البروديوسر ريك روبن، واللي العباد يراوه The Godfather of New Metal. في نفس الفترة نلقاو رابرز بداو يخدموا بيتات انفلونسي بالراك كما LL Cool J and Beastie Boys. من البانز اللي تأثرت في الميكس هذا بين الراب والراك وأثرت فيه كانوا Anthrax، باند من الكبارات متاع الثراش ميتال. ديجا كي تسمع الاي بي متاعهم I'm The Man وياسر يشبه للصوم متاع نيو ميتال. Later on عملوا كولابوراسيون مع Public Enemy. Helmet اللي عطاو The Typical New Metal Riff واللي عادة يكون داون تيون. Rage Against the Machine واللي في ألبومهم لول ميكساو elements من الفونك ميتال راب ميتال والنيو ميتال، وكان هذا عام 92. Faith No More أكثر باند أثرت في الكرياسيون بتاع النيو ميتال. كان عندهم تخميم سبيسيال برابور البانز المعروفة في التلافز في الوقت ذاك، واللي كانوا 99% منهم جلام ميتال. Faith No More ما كانوش جلام، ما كانوش هير، لعبوا alternative metal طريقتهم، فرضوا رواحهم في السين. On plus كانوا يمتازوا بكونهم يعطيوا دور أبرز للدرامر والباسيست في خدمتهم، على المتعارف عليه واللي يعطي الجيتاريست الحظ الاوفر من الشو، حاجه نلقاوها برشا في النيو ميتال. والبانز نتاع النيو ميتال اللي يركزوا على الدرامز والبيس اكثر شويه من الجيتار، بخلاف البانز اللي باش يلعبوا نيو ميتال من بعد. Faith No More اثروا في بانز اخرين كيف Red Hot Chili Peppers، Jane's Addiction، Living Color وPrimus. بعد بعامين تطلع لنا كورن على الساحه وتخلق لنا جونغ جديد اسمه نيو ميتال. البومهم الاولاني اللي هبط عام 94 اللي تتتالى البانز في النيو ميتال، ونلقاو سليب نوت، System of a Down، Disturbed، Limp Bizkit، Papa Roach، Mudvayne، Godsmack، Deftones ولينكين بارك. اللي ألبومهم لول كان اسمه Hybrid Theory واللي معناها نظرية التهجين. التهجين لهنا هي ميتافور للتهجين بين الراب والروك. نلقاو حتى بانز متاع ثراش كيما Slayer وSepultura لعبوا نيو ميتال في البريود اللي تعرف فيها السوجان. لكن رغم الإجماع بكون كورن هي اللي جابت اللغة هذه، فما بيت تقول اللي Cold Chamber هما اللي جابوها، قال شنو كورن عمرهم ما رابيو في غناهم. كيما نلقاو عباد اخرين يقولوا اللي بي او دي هما اول وحيد لعبوا نيو ميتال. مانيش فاهم كيفاش وقت اللي كورن جاو قبلهم. اما الغي النجاح اللي عملوا نيو ميتال نلقاوه اكثر سب جونرا مكروه باي ميتال هيدز. ديف ماستين تاع ميجا ديث يقول والله نفضل انك تجبدني من شوافر عينيا خير من اللي نسمع نيو ميتال. جيري هولت نتاع سلاير واكسودس فرحان برشا اللي نيو ميتال طاح. راندي بلايث نتاع لامب اوف جاد قال نيو ميتال هذاك عليه قاعد يموت. مثال اخر يوري انه حتى العباد اللي تغني نيو ميتال في بعضها مثل متش. فما مره ليم بيسكيت ولا هي من اكثر البانز المكروهه عالميا، حبوا مره يشكروا ريج اجينست ذا ماشين على المساهمه الجباره متاعهم في خلق النيو ميتال، وذلك باداء غنيه ريج اجينست ذا ماشين ولا هي الايقونه الشهيره كيلينج ان ذا نيم. يا اخي اسمع بهم الباسيست نتاع ريج اجينست ذا ماشين قال والله متاسف برشا كيفاش انسبيرين عفط كيما هكا. وبالفعل رغم انه كان the most popular genre at a certain point of time، برشا heavy metal fans يراو اللي new metal era كان embarrassment. اما حبينا ولا كرهنا ليفوليسيون هيك متاع الميتال كانت لازمة، يعني الميتال كان لازم يوصل يولي نيو ان سارتان مومون في الكرونولوجيكال ايفولوشن متاعو. عرفتها الطفلة اللي صاحبتها اما متحبش تفكر انك صاحبتها، ورغم ذلك الريلاسيون اللي انت تراها توا تحشم كانت لازمة باش تولي انت متاع اليوم. هذاك هو نيو ميتال. ترشق نيو ميتال من اواسط التسعينات الاوائل الالفية الجديدة، بعد بدا يمشي ويتيح، نجمو نقولو بدا يتيح من عام 2003-2004. حتى البانز اللي لعبوه منهم اللي طاح في النيفو نقصت مبيعاته كيما كورن، ولا اللي بدل اقلم جملة كيما ديبتونز، ولا اللي اختفى جملة كيما سيستم اوف داون. تيوح متاع نيو ميتال زامن مع الطلوع متاع الميتال كور في البوبولاريتي، واللي خذا عليه المشعل عند الشباب ولا هو الجانغ المفضل عندهم، سيختو بالسكسس متاع باند كيما اسكن الكسندريا، بولت فور ما فالنتاين، ريفيوم، كيل سويتش انجيج، ومن بعد برينج مي ذا هورايزون. هاويفر نلقاو بانز تلعب ميتال كور اما انفلونسي بالنيو ميتال، شيء اللي خلى العباد تحكي على سو جونغ جديد اسمه نيو ميتال كور بلايد باي اميور اوف مايس اند مان ايشوز اند كود اورنج. ثانك يو فور واتشينج جايز، سي يو ان ذا نيكست فيديو اند جود باي.